ايه اللي بيحصل مع حسن شاكوش؟ من كام يوم كلنا شفنا نجم المهرجانات حسن شاكوش طالع لايف على حسابه في انستجرام وبيقول انا مش رايح تونس تاني ومش هعمل حفلات هناك، وان التعامل مع الفنانين في المطار في تونس بيكون سيء جدا، وقال انه بيقعد في المطار 6 ساعات والمفروض الاجراءات دي بيخلصها منظمين الحفلات قبل ما يروحوا. وقال كمان كنت اخر مره انا والنجم تامر حسني هناك بنحيي فرح في تونس والناس في المطار ما بيضحكوش في وشنا وبيحسسوك انك عامل جريمه وهتاخد حتة من البلد على كتفك وهتمشي بيها، أنا هقعد في بلدي أحسن لي ومش هدخل تونس تاني لحد ما يحلوا المشكلة بتاعت التعامل مع الفنانين. الفيديو انتشر وتداولته وسائل الإعلام في مصر وفي تونس وعلى مواقع السوشيال ميديا، والشعب في تونس شاف الفيديو واستاء جدا وزعل، وكمان الشعب المصري شافه وزعل لأن إحنا بنعتبر الشعب التونسي إخواتنا وأشقائنا، وبدأ الشعب التونسي يطالب شاكوش بالاعتذار ليهم عن الفيديو المتداول. والنهاردة وبعد انتشار الفيديو طلع رد حاسم من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بتحويل حسن شاكوش وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات غدا الثلاثاء. وقال مصطفى كامل إن الفيديو أزعجه جدا من الكلام اللي كان موجود فيه من شخص غير مسؤول، وقال انه اثناء احيائه الحفل في العالمين الجديده فوجئ بحسن شاكوش منتظره في المسرح وبيتكلم معاه عن الفيديو، وقال ان هو بروح الاب اتكلم مع الفنان حسن شاكوش وساله عن ما بدر منه في الفيديو، وساله هل الكلام ده كان لائق وهل كان ينفع ان فنان يقوله، وطلب منه بسرعه تصوير فيديو بيعتذر فيه بشكل واضح وصريح للشعب التونسي. وقال مصطفى كامل ان بعد ساعات من النقاش والكلام مع شاكوش بعت له فيديو بيعتذر فيه عن الكلام اللي قاله، لكنه بيحمل نفس المعنى المضمون والشكوى، فبعت له رسالة واضحة وقال له يعتذر فيها بدون ذكر اي عبارات تخص الواقعة. وبعد 4 ايام من طلبه وحديثه معاه وطلب ان هو يسجل فيديو يعتذر فيه بشكل صريح للشعب التونسي، اتأخر شاكوش عن تسجيل الفيديو اللي بيعتذر فيه، وبسبب تأخيره عن الاعتذار بدأ الفنان مصطفى كامل يشوف ردود وتصريحات كاذبة على لسانه ما صدرتش منه على الإطلاق. وقال مصطفى كامل لأن النقابة دلوقتي بتعرف إمتى تحنوا على أعضائها وإمتى يكون الردع والعقاب واجبا، وبناء على ما تقدم قررت بصفتي نقيبا للمهن الموسيقية تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاث المقبل لاتخاذ ما تراه مناسباً.